يبدأ علاء في تجهيز نفسه استعدادا لعمليات الإحماء قبل بدء تمرين جديد مع زملائه، وهم أول فريق كرة قدم لقصار القامة بغزة ونواة المنتخب الفلسطيني لهذه الفئة. فكرة إجت من فلسطينيين لبنان، هم لهم سنتين مشكلين منتخب فلسطيني لقصار القامة، ومعهم اعترافات دولية من الفيفا ومن اللجنة الأولمبية، وبدوا يشاركوا في بطولات باسم فلسطين. حبوا أن يكون في فلسطينيين من جوا فلسطين بيشاركوا في هذا المنتخب، فتم التواصل معهم مع كمان بعض زملائي، وبدينا نشكل بذرة لفريق جوا غزة. ممارسة كرة القدم لم يكن بالأمر السهل عليهم لاعتبارات صحية وبدنية، ما حدا بالجهاز الفني وضع خطة للوصول إلى الهدف المنشود. نبدأ نتسلسل معهم شوية لياقة أنه نقدر نخليهم يستطيعوا، لأنه في ناس ما قدرتش تمشي، في ناس جريت أكم من خطوة ووقفت تعبة، فإحنا بنمشي معهم لأنه عندهم مشاكل ضيق الصدر ضيق النفس. تماريننا بتكون مختصة مثلا في الإطالات، شوية جري شوية لياقة عشان الشعب الهوائية تتوسع. ويأمل اللاعبون وكثير من أقرانهم من ذوي الإعاقة أن يغير الخوض في غمار الرياضة نظرة المجتمع لهم وإعطاء المجال والدعم لممارستها. موضوع التقبل من المجتمع لنا شوي صعب، بس اليوم وجودنا هنا هذا رسالة كتير قوية إنه إحنا زينا زي أي حدا بدون إعاقة. كل اللي مطلوب بس إنه يكون عندنا المجال إنه نمارس حقوقنا، ويكون عارفين إنه إحنا لنا واجبات على المجتمع، بس كمان لنا حقوق زينا زي أي حدا. اختار فريق قصار القامة ملعب كرة القدم ليكون ميدان عرض قدراتهم في التميز والإبداع، ويبقى الأمر مرهونا برأيهم لتحقيق ذلك إذا ما توفرت الظروف والإمكانيات المناسبة لهم. محمد بعلوشة، المشهد، غزة.